السلام عليكم، أنا محمد غنايم. لطالما قابلت أناسا عرفتهم من خلف الشاشة أو عرفتهم من كلام الناس عنهم، ولكنني وفي أول تعامل معهم وجدتهم ولم أجدهم. لذلك أحببت أن أتكلم اليوم معكم عن أهم ما قد يستثمره الشاب في نفسه، ألا وهو الكيان أو الشخصية. كيف تصبح ذلك الشخص الذي يبهر كل من حوله بمجرد مروره أمامهم؟ شخص يتمتع بالهدوء والرزانة، فتجده في أغلب أوقاته يفكر بصمت وعلى وجهه تعابير توحي لك بأنه يعلم كل شيء. تلك هي الشخصية الكاريزما، التي من أهم صفاتها سمة الهيمنة. هذه الشخصية قليلة جدا في المجتمع، وأصحابها هم من يملكون السلطة والمال. كيف أصبح ذو شخصية كاريزما؟ الأمر بعدة قواعد. بداية، ابدأ بعدم الكلام. كيف؟ اقتصد جدا في كلامك. كثرة الكلام تضيع الهيبة وتجعلك شخص أقل عزيمة، وكلما تكلمت أكثر كلما زاد احتمال أن تقول شيئا تافها. صحيح، لذلك اقتصد جدا في كلامك مع الناس. أذكر قصة أن هناك تاجر كان ذو شخصية كاريزما أو شخصية مهيمنة. هذا التاجر كما تعلمون في السوق يقوم التجار بإطالة الحديث مع الزبائن ومحاولة إقناعهم بالشراء منهم، ولكن ذلك التاجر لا يفعل شيئا سوى الصمت. فكانت الزبائن تستغرب منه ويذهبون إليه ويسألون لماذا لا تفعل مثل باقي التجار وتحاول إقناعنا بمنتجاتك؟ فيجيبهم ذلك التاجر قائلا: بضاعتي فقط الأغنياء. مما يستفز الزبائن ويقومون بالشراء منه ولو بضعف الثمن، فقط ليقنعوا أو يثبتوا لأنفسهم أنهم ليسوا فقراء. تخيل. بغض النظر عن الأسلوب المخادع الذي استخدمه ذلك التاجر في القصة وكيف استغل الصمت في تجارته، الفكرة أشمل. فالصمت لغة لا يتقنها أكثرنا. تخيل نفسك في مجلس ما وحولك أشخاص تعرفت عليهم للمرة الأولى، لا يعرفون عنك شيء إلى الآن. فعندما تقلل من كلامك مع أحدهم لن يفهمك الشخص المقابل لك، لأن الناس بطبيعتهم يحاولون فهم مع من يتكلمون ليتعاملوا معه. صحيح، مثلا تكلمت مع شخص هناك واتضح أنه شرطي، لن تقوم بفتح حوار معه حول بطولاتك في سرقة السيارات مثلا. فعندما تقلل من كلامك، هذا الأمر يجعل المقابل لك يزيد في كلامه معك تلقائيا، ليفتح حبابا للنقاش معك سعيا لفهمك. مثلا يقول لك: اليوم كان هادئ جدا، لا يوجد أي أعمال سرقة، والحي كان هادئ جدا في المنطقة التي أخدم بها. فأنت تلقائيا تعرف من كلامه أنه شرطي. صحيح، وهو إلى الآن لم يعرف عنك شيء. طبعا هو أخبرك بهذه المعلومة لسببين: السبب الأول أن يخبرك من هو، السبب الثاني أن يفتح معك بابا للنقاش سعيا لفهم من أنت، ولكنك ستستمر في الاقتصاد في الكلام. هذا الأمر سيوتره ويعطيك معلومات أكثر عنه من كلامه عن نفسه، وإذا تكلمت سيستمع لك بكل إصغاء وسيحلل كلماتك، وهذا سيمنحك المظهر الأول من الهيمنة. كان الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم طويل الصمت، فعن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، كان طويل الصمت. ويقول أحد الحكماء عندما سئل عن صمته: أسكت فأسلم وأسمع فأعلم. ولكن طبعا هناك أوقات لا يكون الصمت فيها جيد لك، مثلا عندما تتكلم مع رؤسائك، هذا الأمر أو صمتك يولد لديهم الشك والخوف منك، والنتيجة مطرود أنت والكاريزما بتاعتك. فانتبه، ركز معي. نحن قلنا أتقن فن الصمت وليس فن السكوت، فالسكوت هو عدم قول الحق أو الباطل، أنت لا تقول لا الحق ولا الباطل. أما الصمت هو عدم قول الباطل فقط ولكنك تقول الحق، فالصمت أبلغ من السكوت لأنك تمسك نفسك عن قول الباطل فقط. تمام. ملخص القاعدة الأولى للشخصية الكاريزما هي إتقان فن الصمت. التزمت الصمت واقتصدت جدا في كلامي، ماذا بعد لأصبح الشخصية الكاريزما؟ تمام، احرص على سمعتك، فالسمعة عماد الكاريزما، دافع عنها باستماتة. مثلا لنفترض أنه عرف عنك أنك ذكي، أو أنك شخص شجاع جدا، أو شخص عنيد جدا مثلا إلى آخره. فاحرص على هذه السمعة لأنها مظهر مهم من مظاهر الهيمنة، ودافع عنها ولا تسمح لأحد بأن يجردك من تلك السمعة. يروى أن ملكا كان معروف بسمعة الدهاء والمكر لا يؤمن جانبه، وفي يوم من الأيام قرر جيش به أكثر من 150 ألف جندي للهجوم على قلعة ذلك الملك والقضاء عليه، وهذا الملك لا يملك سوى 100 جندي فقط لحراسته. ففورا علم الملك بذلك الخبر، لم يضع وقته في كيفية الهرب أو الانسحاب أو الاستسلام، بل قرر أن يدافع عن سمعته التي عرف بها بالدهاء والمكر. فأمر كل الجنود بالاختباء في أزقة المدينة، وأمر بفتح أبواب القلعة، وجلس وحيدا في مكان مطل في قلعته، وأخذ يغني ويعزف
وهو يطل على 150,000 جندي التي تستعد الهجوم على قلعته. وحينها توقف العدو وأخذوا يبحثون تلك الخطوة التي قام بها الملك، وأنه عرف بالدهاء والمكر، فلا يعقل أن تفتح أبواب القلعة بهذه البساطة، لا بد من وجود كمائن، لا بد من وجود افتراضات معينة ستقوم بهزيمة هذا الجيش الذي نملكه. والملك وحيد يناظرهم من فوق، وبالفعل لم يمتلك العدو الجرأة لدخول أبواب القلعة، وتراجعوا مهزومين. كان الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم حريص كل الحرص على المحافظة على سمعة الإسلام المتمثلة في سمعته هو شخصيا، فقد عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة الرحمة، يقول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكان الصحابة في مواقف كثيرة يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمح لهم بإعدام أو قتل أشخاص ارتكبوا أعمال شنيعة مثل الخيانة العظمى أو كما تسمى في قوانين الدول الآن، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفض ويقول: أكره أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، رحمة منه وحفاظا على سمعة الرحمة التي عرف بها عليه أفضل الصلاة والسلام. فدافع عن سمعتك باستماتة، ثم إذا التزمت الصمت ودافعت عن سمعتك، ماذا بعد لأصبح الشخصية الكاريزما شوقت يا محمد؟ تمام. احرص أن تتعلم اعتماد الآخرين عليك. كيف؟ يعني اجعل الناس دائما في حاجتك، لا تكن المحتاج بل المحتاج إليه، ولا تعلمهم كيفية الاستغناء عنك. هذا الأمر يعطيك الحرية والاستقلالية التي يفقدها أغلبنا. لويس الحادي عشر أو الملك العنكبوت كما يعرف عنه، يروى أن هذا الملك كان له ساحر يتنبأ له بالأحداث. وفي يوم من الأيام تنبأ هذا الساحر بأن امرأة من القصر سوف تموت بعد 8 أيام، وبالفعل ماتت. فشعر الملك بالفزع واعتقد أن الساحر هو من قام بقتلها ليثبت صدق تنبؤه، أو أن هذا الساحر أصبح متمكن جدا من علمه لدرجة أنه قد يضر في الملك وعرشه. فقرر الملك أن يقوم بقتله، وبالفعل أمر بإحضاره، وخطط أن يرميه من نافذة القلعة الشاهقة جدا. وعندما حضر الساحر قال له الملك مستهزئا: أنت تدعي أنك تعلم بمصائر الآخرين وتتنبأ بالأحداث، أخبرني عن مصيرك أنت الآن. فقال ذلك الساحر: سأموت يا سيدي قبل 3 أيام من موت جلالتكم. يعني عندما أموت ستموتون بعدي ب3 أيام، تخيل. فشعر الملك بالخوف وأمر بتركه، بل وأمر له بطاقم طبي ليحرص على سلامته. فهذا الساحر المخادع حرص تماما على إشعار الملك بحاجته إليه. غاية الهيمنة أن تجعل الناس يفعلون لك ما تريد طوعا منهم، وعندما تحقق ذلك تأكد أنك ستكون فوق المساس، وأنهم بدونك ضعفاء وأعمالهم معطلة. فلا تخطئ مثل الكثيرين الذين يعتقدون أن الهيمنة تكون باعتزالك عن الناس، فهذا خطأ تماما. فالهيمنة علاقة بين الناس وتحتاج الناس لتطبيقها. الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني نحن كلنا في موقف ما يجب أن نكون مسؤولين ومحتاج إلينا، وفي حال طبقت الحديث ستكون شخص كاريزما. طيب التزمت الصمت ودافعت عن سمعتي وتعلمت كيف يعتمد علي، ماذا بعد لأصبح الشخصية الكاريزما؟ خطط مسبقا لكل شيء من البداية حتى النهاية، ولا تترك أي واردة أو شاردة دون أن تأخذها بعين الاعتبار في خططك. معظم الناس تحكمهم قلوبهم وليس عقولهم، وتكون طموحاتهم مشوشة. إذا سألت عن طموحاته لا يعرف إجابة دقيقة لسؤالك، فتجده يرتجل عند مواجهة المصاعب، ولكن هذا الارتجال لا يوصله إلا للمزيد من المصاعب. فالتخطيط المسبق وبناء الاحتمالات هو ما يوصلك للخاتمة التي تتمناها، وليس الارتجال أو التشويش في الخطة. فكما تعلمون تحسم الأمور بخواتيمها، فالخاتمة هي من تحدد من سينال الثروة والمجد. والتخطيط ورد مفصلا في القرآن الكريم في قصة ذي القرنين، فخطط لتحقيق إرادة الله في إعمار الأرض وأخذ بالأسباب. قال لهم: أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. هم طلبوا سدا ولكنه أجاب بردما، وهذا من التخطيط، فالردم أقوى من السد، لأن الردم لا يمكن اختراقه، لأنه قام بالتخطيط مسبقا أنه سيقوم ببنائه من الحديد والنحاس، وهذا لا يمكن اختراقه إلا بإذن الله، ونجح إلى الآن في ذلك. وقصص التخطيط كثيرة جدا. فالشخص المخطط ناجح صحيح، ومن سمات الشخص المخطط الهدوء، فهو يفكر ويخطط ويبني الافتراضات ويتوقع النتائج. فاحرص على أن تكون شخصا مخططا وليس ارتجاليا متعجلا، ولا بأس في الارتجال في بعض المواقف، ولكن تأكد أن الارتجال ليست من صفات الشخصية المهيمنة أو الكاريزما. هذه كانت أهم الصفات أو الميزات التي تميز الشخصية المهيمنة أو الكاريزما. طبعا يوجد صفات سلبية أخرى لن أذكرها لكم لأنها غير أخلاقية، ولكن في حال أصريتم عليها أخبروني، أخبركم إياها في الجمعة القادمة، ولكنني لا أتفق معها من الآن أخبركم. شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبكم المقطع لا تنسى الإعجاب به، ودمتم في أمان الله. في السوق، في السوق.
مش عارف احكي جملة في السوق كما تعلمون، القاف والكاف صعبات.